اهلا بيكم معانا وحلقه او مش حلقه واستمرارا لتغطيتنا اللي بيحصل في مصر. بيحصل في مصر مساله شديده الاهميه لا يجب تحت ازرف من الظروف التغافل عنها، مش التغافل بس عن احداث جاريه، ولكن لا يجب ايضا كمان انك ما تتغافلش او تتناسى او تبتعد او ذهنك ينصرف او ما تركزش. ومش هقول لك التعبيرات دائمه الاستخدام من قبل مؤامره او غير مؤامره، لكن على الاقل من خطوات بتحصل حواليك. اي بلد في الدنيا بالمناسبه هي مش عايزه حاجه غير مصلحتها، واي حد هيقول لك غير كده لا مش سليم. يعني فكره ان انا مستعد اغلب مصالح الآخرين على مصلحتي استحالة. الجماعة الأتراك دول ناس مشغولين على الأقل في فترة حكم رجب طيب أردوغان منذ أن كان رئيسا للوزراء وصولا إلى أن غير كل ما لا يجب أن يتغير في تركيا حتى يصير رئيسا مستحوذا على كل شيء في البلاد، بيفكر في مصلحته من وجهة نظره، ومن وجهة نظره دي مصلحته ومصلحة تركيا ومصلحة الشعب التركي، وإن كانت الحقيقة إلى قدر غير بعيد هي مش مصلحة الشعب التركي على الإطلاق، أو خسارة تركيا لناس حتى لو ما كانوش شركاء أو حلفاء فبينهم على الأقل شراكات اقتصادية، ده على سبيل المثال، أو في بينهم مصالح ما فيما يتعلق بما يدور في المنطقة. لكن هذا ما فعله رجب طيب أردوغان. خلونا نحاول قدر الإمكان نفهم إيه اللي بيحصل حوالينا، مش بس على حدث ما جاري. وبالمناسبة يعني لما أول يوم القناة المحترمة طلبت مني ان انا اجي، قلت طيب انتم مصدقين ان في ثورة هتحصل يوم الجمعة؟ طيب هو حد قرأ اي كتاب عن الثورة؟ طيب عن نظريات ما يطلق عليه الثورة وثورة الثورة وما الى ذلك، وبعيدا حتى عن خطابات ومؤلفات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، يعني هل قريتم على سبيل المثال لمنظرين اجتماعيين اذا صح التعبير من بلاد بره؟ طيب قريتوا لكبار من صنعوا ثورات؟ يعني قريتوا مؤلفات لينين عن الثوره؟ لينين تحت لينين وش اللي عاوز يزايد على لينين يزايد. على كل سيبنا من كل اللي انا بقوله، وخلونا نرحب بضيفنا العزيز جدا 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 جدا، احد الناس اللي انا باشرف بان هم من اصدقائي الكبار في السن والمقام وفي العقل كمان، الاستاذ ضياء رشوان، كاتبا باحثا نقيبا للصحفيين ورئيسا للهيئه المصريه للاستعلامات. منورنا. ربنا يرزق يوسف، وانا سعيد للغايه. انا اسعد اني اكون معاك تاني. خالص بالعكس، انا اللي سعيد. كنا مع بعض في ايام كتيره صعبه، ايام كتيره، وكان في ايام شديده الصعوبه، صعبة أوي ايام أوي تولي أوي. الاخوان للحكم وتولي الرئيس مرسي بقى الله يرحمه يعني للحكم وقتها، وانا متذكر انه كنا لحد اخر ليله قبل اعلان نتيجه وصوله لسده الحكم دايما زي ما بقول في غيبه من غيبات الزمن. صحيح، انا عشان كده سعيد برجوعك. انا سعيد باطلالتك. ربنا يخليك لي. وصراحتك. تعيش يا سياده النقيب. وكل ارائك اللي قد نختلف او نتفق معاها لكنها كلها مؤسسه على قناعه وعلى علم. ربنا يخليك. وانا يعني سعيد بوجود طبعا المشاهدين الكرام اللي انا متاكد ان كتير جدا منهم موجودين عشان يشوفوا. يا رب يخليك يا سياده النقيب، ربنا يخليك. خليني ابدا من جمله حضرتك قلتها، فكره الاراء، اتفقنا او اختلفنا. فكره الاتفاق والاختلاف على راي ورؤيه واستراتيجية وتكتيكات كمان، هل هذا يدفع إلى خصومة؟ شوف، أنا بفرق دايما بين أمرين. أنا يعني دراستي الرئيسية كباحث في العلوم السياسية هي النظم السياسية. حلو. غير الخبرة العملية في حاجات كتير. صحيح. لكن الحاجتين يقولوا حاجة واحدة، أنه كل من هو يقر ويعترف بدستور البلاد بكل ما يترتب عليه من إجراءات في وصول شخص أو أشخاص أو حكومة للحكم يختلف معها 180 درجة، أو يختلف معها 180 درجة. طالما هو مقر بهذا الدستور وبهذه الطريقة للوصول للحكم هو معارض سلمي يجب قبوله ويجب التحاور معه أيا كان رأيه. كل من لا يقر بدستور البلاد ويرى أن هذا النظام أو هذه الحكومة أو هذا الرئيس وصل خلافاً لما يعتقد هو الى الحكم، يسميه بانقلاب، يسميه زي ما يسميه، هذا لا يقبل منه راي ولا يرد على رايه لانه خارج الشرعيه. الشرعيه بتتحدد بالقبول بالدستور. القبول، ويمكن في ناس كتير عمرها ما طرقت هذه النقطه. احنا الدستور، وانا اتشرف ان كنت من لجنه الـ50 اللي صنع الدستور 14. صحيح. هذا الدستور، وانا بقول ده
يمكن ربما للمره الاولى هناك ماده في الدستور كان لي شرف اقتراحها، انا اللي اقترحتها، اللي هي كيف تغير رئيس الجمهوريه اذا رغبت ورأيت انه غير مناسب لطموحاتك او لارائك او لاتجاهاتك وانت مقر، وضعت في الدستور. حلو. وتمر بدءا بمجلس النواب، نسبه معينه من مجلس النواب من حقها ان تتقدم بطلب عزل رئيس الجمهوريه ويعرض الامر اذا وافق عليه المجلس على استفتاء شعبي. حلو. وهذه الماده نظمت كل التفاصيل في ماذا يحدث في هذه الحاله، رئيس الجمهوريه بيتنحى يتولى، يعني تنحى مؤقتا يتولى رئيس مجلس النواب، كل ما هو متعلق بتفاصيل العزل. وده بمناسبه ناس كتير بتتكلم على امريكا ان هناك طلب الان لترامب، عزل ترامب، ومش واخدين بالهم دستورنا في هذه الماده. اذا حتى عزل الرئيس الدستور يبيحه، لكن لا يوجد في الدستور شيء اسمه التظاهر من اجل عزل الرئيس، ولا يوجد في الدستور شيء اسمه انك انت تقول انه لدي نسبه من المواطنين خرجت الى الشوارع ايا كانت النسبه تجعل من المشروع الحديث عن عزل او اسقاط. هذا الامر دستور 14 يا جماعه، وانا هطلع الماده، يمكن يعني زملائنا في الاعداد هقول لهم الماده يحطوها على الشاشه، وبالتالي حتى هذا العزل موجود. اذا خارج الدستور هو انقلاب على الدستور. طيب انا هنا عايز اخلي حضرتك، استاذنك ترجع لي بالذاكره لورا في وقت اقتراح هذه الماده والتصويت عليها من داخل لجنه الخمسين. كيف تم قبول او استقبال اقتراحكم، وكيف كان التصويت على هذه الماده؟ وافق عليها ككل المواد الاخرى بالاجماع. 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 نوقشت تفاصيلها. عظيم. في لجنه التنظيم السياسي، كان في لجنه لهذا الغرض بتناقش المواد الخاصه بالنظام السياسي، اقترحتها فيها، ثم عرضت على المناقشات المغلقه داخل لجنه الخمسين. وبالمناسبه هذه المناقشات موجوده للاطلاع، يعني من المضبطه مضابط كلها، كل من يريد ان يطلع عليها يرجع ويشوف انه احنا كنا خارجين من 30 يونيو وخارجين بالتحالف الواسع صحيح الكبير اللي كان في هذا التوقيت، سيروا انه عند مناقشه هذه الماده هذا التحالف ممثلا داخل اعضاء لجنه الخمسين الاصليين والاحتياطي كلهم وافقوا على هذا. اذا دستورنا ينظم حتى هذا الامر. الخروج على هذا الامر يعني وادعاء التظاهر وادعاء انه في امكانيه لاسقاط الرئيس او اسقاط الحكم عبر مظاهره او عبر مسيره، هذا امر انقلابي. لا يوجد دوله في الدنيا بتقبل ان شخص ينقلب على دستورها، وفي هذه الحاله بتطبق القانون، وما يطبق الان في مصر هو القانون. اما من هم داخل الدستور بكل الوانهم واطيافهم فهم في النهاية أبناء هذا البلد، يجب أن يكون بينهم حوار أيا كانت وجهات النظر في طريقة الحكم أو في مضمون الحكم أو في اتجاهات الحكم. من حق الجميع أن يكون لهم اتجاهات مختلفة، لكن الإقرار بالشرعية، الإقرار بشرعية الدستور، الإقرار بشرعية الرئيس، الإقرار بشرعية مجلس النواب، حتى لو اختلفنا معاه، حتى لو اختلفنا مع أحزابه أو شكلها مش عاجبنا أو اتجاهاتها مش عاجبانا، لكن في النهاية هذا هو حال النظم السياسية. أنت بتقبل الدستور هو ايه؟ عباره عن تنظيم للقواعد العامه وطريقه اداره الحكم. حلو. ما عدا ذلك حقك. طيب برضو انا هسألك تخليك معايا واحده واحده. هنيجي نفترض انه في بعض الناس شايفه انه التعديلات التي حدثت على الدستور في التعديلات الاخيره اللي حصلت على الدستور هم مش موافقين عليها. بعض الناس اللي مش موافقه راحت قالت في الصندوق لا. حلو جدا. وفي ناس مش موافقه خدت قرار لا تروح لا تقول لا ولا نعم. وفي ناس ابطلت صوتها. وفي ناس عملت ابطال. تمام. هل المبطل او الذي قال لا، واظن كل واحد فيهم ليه تصنيف هيبقى، بس المبطل في هذه الحال هل يصح ان احنا نقول هو كده خارج عن الشرعيه طالما انه ابطل صوته؟ طب واللي قال لا ومش موافق على التعديلات، هل في هذه الحال من حقه جدا ان هو يقول لا يا جماعه انا مش عاجبني هذا الدستور ولن التزم به؟ طيب والشخص الثالث او النوع الثالث اللي خد قرار هو ولا نعم ولا لا، انا القصه دي من البدايه مش داخله دماغي. كل واحد فيهم شكل تعامله، او بالاصح كيف يجب ان نوصف شكل تعامله في اطار انه غير راضي عن هذه او بعض هذه التعديلات او حتى كل التعديلات، او غير راضي عن نظام الحكم. شوف كل هؤلاء داخل الدستور طالما كلام خرج من بيتهم وراح صندوق الاستفتاء عشان يدلي برأي سواء ابطالا او موافقة او اعتراضا، هو
شخص او سيده يرى انه هذا الدستور هو القاعده الرئيسيه له. حلو. اعتراضوا عليه او قبولوا له، احنا كان عندنا عدد حوالي 3 مليون ما بين الـ 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 الرفض وبين الامتناع او بين اسف الابطال. الابطال. كل هؤلاء حقهم الكامل ان يبدوا هذا. لكن بعد طب ومن امتنع خالص عن التصويت؟ هذا لا اعرف عدده ولا استطيع انا استطيع ان احصيه عددا، هو الموجود قدامي في الصناديق. يجوز اسباب كثيره، ممكن من اول انه كان النهارده عنده برد او عنده يعني ظرف عائلي الى انه ممتنع بارادته السياسيه، وبالتالي تصنيفهم صعب جدا. يعني مثال تونس وهي دوله شقيقه وكان فيها انتخابات رئاسه مؤخرا، التصويت كان 45%. هل يجوز ان انا اقول ال 55% الذين لم يحضروا كانوا معترضين على العمليه السياسيه؟ لا، مستحيل، الا اذا اجريت استطلاع دقيق باساليب علميه دقيقه جدا عشان اعرف ان. وعلى فكره ده واجب يتعمل في حالات واجب يتعمل من بعض الجهات ومراكز البحوث عشان نفهم، لانه الاخوان واخواتهم بياخدوا الارقام بيلعبوا بيها بالظبط، يسميها مسميات تانية. يقول لك والله الانتخابات المصريه حضر فيها 47%، يعني في 53 رافضين. لا هذا الكلام ما اقدرش احسبها كده، لا يمكن، لا يمكن، وعمرها ما هتتحسب كده في اي حته في الدنيا ولا في اي مكان في العالم. حتى لو كان نسبه الحضور 40% 30%، وبعض الدول بتوصل ل 40 وبعض الدول توصل ل 80، لكن الدول اللي بتسعى لاشراك المواطنين اكتر لابد ان تفهم لماذا لا يشاركوا بطريقه اكثر عمقا. وبالتالي النوعيه دي من الدراسات، الدراسات الاستطلاعيه والمسحيه، لابد انها تتعمل، وبتتعمل بصراحه وبدون يعني نوع من انواع التجميل او التزويق. احنا عايزين نفهم مش عايزين نزوق. بالمناسبه قبل ما انسى، الماده هي 161 من الدستور. الماده 161 ولا زالت بقيه كما طبعا. هي لم يطلها التعديل ولم تكن ضمن يا ريت اقراها لك. يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقه من رئيس الجمهوريه واجراء انتخابات رئاسيه مبكره بناء على طلب مسبب وموقع من اغلبيه اعضاء مجلس النواب على الاقل وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا لمرة واحدة. يعني ما تقولش المرة أنا مرة دي وتكرر السبب نفسه. ومجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بنعود للجمهور بدعوة من رئيس مجلس الوزراء. مش الرئيس كده، الرئيس خلاص يعني. فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خاليا. ده في حالة الموافقة. وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال 60 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. عظيم. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض بقى عد مجلس النواب منحلا. حلو. ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس جديد للنواب خلال 30 يوما من تاريخ الحل. ليه بقى؟ هنا توازن السلطات. طبيعي. مجلس النواب اذا اساء استخدام سلطته، والاستفتاء العام بقى اللي هو الناس قالوا ان مجلس النواب ده متعسف وعايز يعزل رئيس الجمهوريه بشكل يعني غير ما هو الاستفتاء مبرر. ان اراد بقاء رئيس الجمهوريه يصبح مجلس النواب باطل، ده منطقي. منحل على طول، القانون اصبح منحلا. ورئيس الجمهوريه يدعو الانتخابات جديده، والله الاستفتاء وافق على عزل الرئيس تجرى انتخابات رئاسيه. مش موجود خلاص. خلاص يعمل انتخابات جديده. فاذا الدستور يعني، ودي ماده الحقيقه ناس كتير نسيتها وظنت انها غير لا موجوده. طيب هرجع تاني لمقدمه الفقره. المذيع كان بيتكلم على مساله الثوره في حد ذاتها، وانه اي ثوره في الدنيا لها مجموعه من المقدمات، فان لم تتوافر تصبح النتيجه هنا خاطئه فلا يصح تسميتها بثوره. أستاذ ضياء وغيره من كتاب وباحثي ومثقفي ونخب المثقفين في مصر كانوا من ضمن الناس اللي نزلت اعترضت على وجود الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، شاركوا في ثورة يناير، فكانوا من المشاركين في ثورة لتغيير النظام. فهيجي حد يقول لنا طيب هل هذا يعني أن الثورة هو فعل آثم غير مرغوب؟ ولا اصلا لازم الاول نفهم يعني ايه ثوره، مفهومها ايه، وايه هي مقدمات حدوثها، وفي حال عدم توافر هذه المقدمات إذن ما الذي يحدث وما الذي قد يجر على البلاد؟ طب انت رجعتني لذكريات قديمه ليها علاقه مباشره بسؤالك. حلو. وده يعني مساري الخاص، واعتذر عن يعني ان انا
بأرهق السادة المشاهدين بيه. أنا رجل كنت معارض للرئيس مبارك من ساعة وصوله للحكم، ده شأني الخاص. كويس قوي. ومعايا كثيرين من أبناء جيلي. أكيد هذه المعارضة لنظام الرئيس مبارك، ودي كانت 30 سنة من عمرنا، ما خططناش لثورة. احنا كنا بنحلم بتغيير. حلو. هذا التغيير لا احنا ولا الجيل اللي قبلنا ولا الجيل اللي بعدنا صنع ثورة. الثورة صنعها الناس. صحيح. يوم 25 يناير 2011 انا كنت خارج من بيتنا الظهر او الصبح ككل 25 يناير. جميل. هقف قدام في وسط البلد قدام نقابة الصحفيين، نقف ساعة ثم نتفرق او يفرقنا الامن ونروح على المقاهي ونكمل يومنا. لم يكن يخطر باي منا ببال اي حد، وانا هون باي حد. كان تظاهرا سلميا لاجل مجموعه من الاهداف والنقاط محدده ومفاجئا. ولم نكن ما فيش حد فينا كان متخيل ان 25 يناير 2011 سوف تؤدي الى ثورة وسوف يختلف عن 2010 و9 و8. وبالتالي الفعل الثوري بيبقى في ناس زي حالتنا كده اشتغلوا بيتكلموا وبيعرضوا وبيقولوا، لكن لحظه الثوره عمرها ما بيقوم بيها تنظيم. لحظات الثوره بيعملها تنظيمات سقطت مع الحزب الشيوعي في روسيا، بعدها ما تكررتش. الثوره الايرانيه ما كانش فيها تنظيمات، كان فيها حركه جماهيريه في الثوره الكبرى. صحيح. والبازار ورجال الدين وثوره الكاسيت مع الخميني. مزبوط. لكن حكايه انه تنظيم يعمل ثوره دي بطلت، ما بقتش موجوده. هي تجربه واحده في روسيا سنه 17. الثورات اللي حصلت بعد كده كلها كانت شبه الثوره المصريه، والثوره المصريه كانت بقيتها ثورات الربيع العربي الباقي ايا كان نتائجها الان. حد يشاور لي يقول لي تنظيم فلاني ايا كان حجمه عمل حاجه في تونس قبلنا، ولا عمل حاجه في في في, في سوريا بما قالت اليه بعدنا، ولا عمل حاجه في ليبيا، لا يوجد. الدول اللي دخلت فيها تنظيمات اثناء افتعال حاله معارضه او حاله تغيير الحكم هي الدول المنقسمه حتى الان. ليبيا مثال، سوريا مثال. ليه؟ لان دخل التنظيمات ذات طابع شخص يعني خاص، استخدمت السلاح اغتيال العقيد القذافي سوريا وتفكيكها، وده مفتاح الخراب. لكن الثورات ذات الطابع المفتوح اللي هي زي حصلت في مصر بالاضافه لعوامل اخرى الجيش والى اخره، خرجت البلاد بصعوبه لكن بامان. وبالتالي اي تصور انه الثوره تحصل عشان الاخوان عايزين ثوره، ده يعني مش وهم، ده خيال، وده نوع من انواع يعني السذاجه السياسيه والسذاجه الثوريه. حتى المصريين نعم عندهم غضب، عندهم زعل، عندهم معاناه، معظمها اللي لم يكن كلها ذو طابع اقتصادي، وخاصه الفئات الاقل، الفئات اللي احنا طول الوقت بنسميها الاكثر تضررا. صحيح. الفئات دي قطعا عندها الم طبعا، ولا بد ان احنا نشعر بيه، ولا بد ان احنا كمان يعني بلغه الرئيس ان احنا يجد من يحنو عليهم، يحنو عليهم باجراءات تنفيذيه. صحيح. باجراءات ذات طابع اجتماعي. ده مش معاناه اشتراكيه والله خالص، لا يعني يعني ما حدش اظن. وفي القلب هوى. بالظبط، في القلب هوى. لكن لا اتحدث من هنا، انا بتحدث عن دوله راسماليه ضخمه. صحيح. اسست الراسماليه اسمها فرنسا، من اعلى الدول في العالم فيها اجراءات اجتماعيه. او بريطانيا. وبريطانيا يعني قلعه الراسماليه، اجراءات اجتماعيه للطبقات التي تعاني. الطبقات اللي بتعاني دي بتعاني وبتن احيانا، بتعبر عن انينها بكلمه هنا بنكته هنا باشاعه هناك، لكن هذه الطبقات مش هي اللي موجوده فيما يوزع من الثوره النهارده. هو اللي دايما كان بالنسبه لي لافت للنظر ان الطبقات الاكثر احتياجا والاكثر معاناه هي الحقيقه الاكثر صبرا، سواء عن الطبقات المتوسطه باختلاف درجاتها، او حتى في طبقات الاغنياء. يعني تجد الاغنياء هم الاكثر تذمرا، تجد الطبقات المتوسطه بطبيعه الحال باعتبارها الطبقات المطحونه فتبقى هي الكتل الحرجه، اما عند اهالينا لو صح التعبير الغلابه فهم اللي بيقولوا ايه، طب بس نستنى، طب بس خلي الدنيا تمشي شويه، طب بس اصل احنا عاوزين ناكل لقمه العيش مش كده، واحده واحده يا جماعه يا بتوع السياسه. ده دايما كان لافت لنظري انه
إن كانت الثورة تقوم دائما للفقراء ولأجل الفقراء ولرفع المعاناة، لماذا دائما يكون الفقراء هم الأكثر صبرا وهم الدافع الرئيسي وراء، لو صح التعبير، تأجيل الفعل نفسه؟ لأنه شوف، لو أنا باخد في الوضع الحالي، الوضع الحالي اللي احنا فيه، أكيد الـ 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 الرئيس، رئيس بالتحديد، أصر منذ البداية، وده كان يعني إخلاص منه لرؤية هو معتقد فيها وهي على الأغلب صحيحة، وهو إنه إصلاح هذا البلد لابد أن يمر بدءا بالإصلاح الاقتصادي والمالي. حلو جدا. وإن الإصلاح الاقتصادي والمالي لابد أن يمر بإجراءات، يعني أنا من جيل شهد كيف خرجت مظاهرات 1977. صحيح. وكنا فيها، وكانت نواة ثورة كبيرة، وكانت نواة ثورة كبيرة جدا قوي يعني. لكن الرئيس لم يضع هذا في اعتباره، واللي جه للحكم ب 97% كان عنده رصيد كبير. الرئيس كان قدامه طريقتين للتصرف، اما انه يحتفظ بالرصيد ويزوده وبالتالي يتخذ اجراءات بنسميها احنا شعبوية، في اللغة يعني ايه شعبوية يا جماعة، يعني اللي بترضي الناس، اللي انت عايزه انا هعمله لك، عايز دعم زيادة حدهولك، عايز ما اشيلش الدعم مش هشيله، وبالتالي حافظ الرصيد على الرئيس على رصيده في البنك، رصيده الشعبي. بس بالمقابل بعد سنتين او ثلاثة مش هيبقى فيه شيء اصلا في البلد باقي من الناحية الاقتصادية، وهيحصل انهيار كامل، وهيلاقوا نفسهم الغلابة دول اللي هم يعني عانوا من الاجراءات، الاجراءات الرئيس عملها وهو بيضحي كل شوية بجزء من رصيده، بيضحي بغضب، بيضحي بناس بتقول طب ليه كده يا سيسي، من احبابه ومن الناس اللي وقفوا معاه ومن الناس اللي جابوه على فكرة، واللي معلقين صوره كانوا في قبل 30 يونيو وهم اللي بيقولوا ينزل. بس هو اخلاصا منه لده، وده ودي رؤية مش كتير من السياسيين على فكرة بيعملوها، ان هو يقرر في لحظة حرجة ان ياخد كل الاجراءات دي ويضحي بما لديه من رصيد. الرئيس عملها والفقراء فهموها. ولاحظ انا بقول لك حصل مرتين في مصر احتجاجات، مرة بعد 67 لما كيلو الرز غلي تعريفة يا جماعة نص قرش 5 مليم. طبعا ما حدش يفعل المليم ولا الجنيه، ولا الجنيه اصلا. كان بخمس قروش بقى بخمسة ونص، فحصلت مشكلة، الرئيس عبد الناصر لغى القرار. ثم سنة 77 بالزيادات، وانا اتذكر يعني كان الشعارات سيد كيلو لحمة بقى بجنيه، بجنيه كده لسيد مرعي بجنيه، وكان الكيلو اللحمة ساعتها 70 قرش، 60 قرش، قرش يا جماعة معلش انا اسف على الحاجات القديمة قوي. وبالتالي كان الدرس المفروض يوقف الرئيس السيسي ويفضل يكمل. انا ايه اللي يخليني اعمل كده؟ خليني في السيف سايد. في السيف سايد الاجراءات اللي اتخذت في كل مناحي الاقتصاد من اول المترو لغايه الكهرباء لغايه الميه، وهي اجراءات يعني بالنسبه للناس تقيل على شديدة. كتفها تقيل طبعا. على كتفها. لكن الناس، وده امر اللي بيتكلموا النهارده بدون ذكر طبعا اسم المدعو اللي موجود في الخارج ده، اللي بيلعب على هذا الوتر الاقتصادي، انا بقول له ده مش عدى الكتير، ده عدى تقريبا كل حاجه والناس اتحملتها برضا. الناس استحملت كل الاجراءات الصعبه جدا اللي كانت الدوله جنبها بتحاول تعمل، طبعا اجراءات حمائيه لبعض الفئات، تكافل وكرامه والضمان الاجتماعي. بالظبط، معاشات التضامن الاجتماعي، حضرتك صححني، هو احنا كان عندنا معاشات تضامن اجتماعي قبل 2014؟ يعني كان في معاش يسند الزير لو صح التعبير للناس اللي ما عندهاش دخل منتظم واللي ما عندهاش معاشات ولا عندها رواتب منتظمه؟ وان كان في، كان يا ترى كام؟ لانه في ناس يقول لك ايه 350 وايه 400، ولا ادخل معاش ضمان هيبقى 600 يعملوا لنا ايه؟ انا من انصار انه معلش هي نوايا تسند الزير، بس اللي قبل كده كان ايه؟ كان في عدد محدود جدا، كان تراوح ما بين 60 ل 70 جنيه. انا عايز اقول لك في بعض الوظائف وزاره الزراعه مؤقتين كان الاجر اليومي جنيه وربع لمئات من الشباب، جنيه وربع الاجر، لا ولو ما تحسبش لو غاب ما تحسبش. وبالتالي انت عندك الاجراءات اللي اتخذت على الصعيد الاقتصادي والصعيد الاجتماعي اللي استحملها، والكلام لك يا جاره زي ما بيقول الاخ اللي الغلابه استحملوها، الغلابه وصلوا حتى اللحظه تحملهم، لانه هم حاسين وشاعرين بانه هذه الدوله، وده بقى الوتر اللي اتلعب عليه زورا وبهتانا، وده كلام صريح وبنقوله على كل رؤوس الاشهاد. الفساد كان موجودا قبل 2011، وانا مش كلامي بقى، ده كلام زكريا عزم، السيد زكريا عزم. كان للركب. صح. دلوقتي في معاناه،
بس كذب وزور وبهتان ان هناك فساد. صح. كذب وزور وبهتان. صح. على العكس انا هقول كلام محدد في ده. القوات المسلحة موجودة في الاشراف على كتير من المشروعات. أوكي. في الاشراف والارقام وحي وقت يا استاذ يوسف الكلام المعلومات الموجودة دي عند يعني ناس كتير تطلع. الشركات المدنية واصحابها موجودين واستضفهم بنفسك باسماء. لا انا قابلتهم في الفرافرة الحقيقة. هاتهم هات شركة حضرب مثلين بس هات المقاولين العرب وهات اوراسكوم. الاثنين رؤسائهم موجودين. ويجوا هنا يقولوا هم واخدين قد ايه من سوق شركة المشروعات. شركة استثمارية خاصة وشركة مملوكة للدولة. هات الاثنين. والاثنين هيقدروا يقولوا هم عندهم قد ايه سب كونتراكتورز لو صح التعبير بالتعبير الرائج مقاول من الباطن. هم مقاول رئيسي ولا يوجد باطن. وهم مقاول رئيسي طبعا الجهة الإشرافية قوات مسلحة. طيب الفساد ليه القوات المسلحة جاية فقط لضبط فكرة العروض والمناقصات وانا يعني وانت تعلم انه ده كان بوابه جهنم. يا سلام سلم جهنم. احنا عايزين نقول ملحوظه صغيره. حجم المشروعات في مصر الحالي بكل يعني تريليونات من الفلوس لو كان الامر بيدار بالاحجام دي قبل 2011 لرايتم بحارا ومحيطات من الفساد. محيطات ليه بس مش متصوره 4 تريليون مشروعات دي تساوي كام لو في فساد على ارض الواقع؟ طبعا هيبقى تريليون واحد تريليون ونص هو اللي هيتصرف بجد والباقي للحبايب والباقي بوررم. فاذا احنا القولة الباطل اللي بتتقال انه الفقراء بيعانوا، نعم استحملوا لكن اوعوا تكذبوا واوعوا تقنعوهم ولا تقنعونا بانه هناك فساد. توجيه الامر بهذه الدرجه من الانحطاط لرئيس الجمهوريه ولقيادات القوات المسلحة وهذا أمر ملوش أي علاقة بالواقع. نحاول قدر الإمكان بس الناس واحدة واحدة معانا وإحنا كمان معاهم. لما أجي أقول أنا النهاردة عندي مشروعات يا جماعة قيمتها مصر صرفت 4 تريليون جنيه مصري على مشروعات مختلفة فيها مدن وفيها مشروعات بتاعت مشروعات صغيرة متناهية الصغر ومشروعات متوسطة وفيها طرق وفيها استصلاح زراعي وفيها وحتى الكهرباء إلخ إلخ إلخ. طيب وبنقول لو البلد دي فيها فساد فيوسف بيقول والله البلد دي لو كان فيها فساد حقيقي كنت هتلاقي انه ما تم انجازه على ارض الواقع بالكتير هو ما يوازي 1.5 تريليون وبقيه الثلاثه او الاثنين ونص دول كان زمانهم اتنهبوا. يعني ايه الكلام ده كان زمانهم اتنهبوا؟ يعني كان هتبان ازاي؟ والمواطن ساعتها كان يتوجع بقى ازاي وساعتها يعرف يعني ايه فساد؟ لا قدر الله. شوف هو المواطن ما عندوش كتير من المعلومات لكن عنده اكتر من الاحساس. حلو. بيحس بايه اللي حاصل. وانا بتحدى الاخ اللي بره ده بيتكلم على الفساد واحنا قاعدين في البلد مع بعض كلنا. عايزك يا استاذ يوسف تقول لي امتى واي حد من الساده المشاهدين يقول لي امتى هو قاعد على القهوه او قاعد في النادي او قاعد في مركز الشباب سمع اخر مره حد بيتكلم على فساد قبل ان الاخ محمد ده يذكر هذا. بمعنى احنا مع بعض بنتكلم عن معاناة صحيح الناس بتتكلم الحاجة غليت الناس بتتكلم تقول المدارس مش عارف ايه التعليم كل ده بس فكروا مع بعض وفكروني امتى اخر حد اتكلم او اتكلم مع بعض عن فساد هتلاقي بعيدة جدا ما بتتكلمش لانه اللي بيجرأنا الدولة هي اللي بتتكلم لما بيتم ضبط قضية فساد او فاسد ويعلن ده امام الجميع سواء اذا كان على شاشة او في جورنال او وكالة او رسائل الموبايل الاخبارية الى اخره وبالتالي اذا الدولة امينة في ذلك. هو دايما بقعد اسال واحنا كنا بنعمل كده يا ام مبارك يعني احنا كنا بنشوف قضايا الفساد موجودة في الجرايد وبتتناقش على التلفزيونات ايا كان مين المتورط في القضية قطع. هو انا مش كان عندنا لسه من سنة 3 سنين مش كان في عندنا وزير اتهم بالفساد وحكم لاجل الفساد وزير موجود في الحكم ومحافظ مؤخرا في المنوفية ومحافظ وده يطلع رئيس حي وده يطلع مش عارف ماسك هيئه ايه وده يطلع ماسك مش عارف شركه ايه التابعه للدوله وبعدين قضايا مش من ابو 15000 جنيه يعني احنا بنتكلم على حاجات بملايين فمعنى انها ضبطت. هل هذا يساوي انه الدوله تحارب الفساد ولا الدوله بتغمض؟ لا بص احنا في نوعين من الفساد موجودين فساد ذو طابع سياسي تمام وده اللي الاخ بيحاول اسمه ايه ده بيتكلم عليه بيتكلم عليه وهذا النوع من الفساد بقول لك حتى في مجال الحكاوي
انت زي ما كنت تسمع قبل 2011 يقول لك يا عم شفت فلان ده عنده كذا ده اخذ فلان ده ذو طابع سياسي. مش بتكلم على يعني اللي هم التايكونز ده كان راجل مهندس صغير كده وفجاه سبحان الله ربنا فتح عليه بقى يا عم لما اشتغل مع مش عارف مع فلان وخد من فلان. ده كان متداول. هذا المتداول ربط الفساد بمسؤول. هتكلم بصراحه احنا ما سمعناش كلمه عن وزير في اشاعه او في حكايه على القهوه او رئيس جهه من الجهات الكبيره حد قال انه عنده فساد. كنا بنسمع ده كل يوم قبل 2011. الفساد بقى الصغير او المتوسط اللي موجود في 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 كواليس اجهزه الدوله لا زال قائما طبعا، ويشعر به المواطن اللي هو الدرج المفتوح. حلو. الدرج لسه موجود. في ادراج كتيره مفتوحه وفي اشياء كتيره في اداره المحليات موجوده طبعا، وده امر لا يمكن القضاء عليه بقرار سياسي. لكن الاخطر ارتباط الفساد بالسياسه، ده اللي يوقع الدول. صح. وده انتهى في مصر، ده انتهى الى حد يعني هائل في مصر، وبالتالي المواطن يشعر بالانين وده حقه وحقنا وحقه علينا. لازم نشتغل على مناقشة ده لازم حلول، لازم وحلول في ايدينا. يعني انا اتمنى من كلنا، كل مسؤول في البلد ده تنفيذي وهو بينفذ مشروعه يفكر في في في, في اطفاء جزء اجتماعي عليه. طيب عايز هنا بقى انتقل مع من الاستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين والباحث والكاتب محللا سياسيا الى الاستاذ ضياء رشوان رئيسا الهيئه المصريه للاستعلامات. جماعه بتوع بلاد بره اياهم دول، سواء اذا كان بقى قناه الجزيره مموله من قطر، الشرق ايضا مموله من نفس ذات الدوله، مكملين مموله من نفس ذات الدوله، لكن في واحده تدار من داخل الدوحه وتبث من داخل الدوحه، واثنين قد يكونوا بيداروا بشكل او باخر من الدوحه ولكن هم موجودين على الاراضي التركيه. الثلاث قنوات دول اشتغلوا خلال يمكن سنتين فاتوا في حالة من حالات الايه اللي هو قاعد عمال بيسخن في الناس وبعدين يروج في الشائعة وبعدين ينسج حوالين ولو رقم بسيط صغير او معلومة ما قد كده يحط حواليها مبنى ضخم من الكذب والافتراء. وجم في خلال السبع ثمان ايام اللي فاتوا عملوا بقى اللي ما يعمل. يمكن ده اللي احنا كنا نشوفه قبل كده على منصات الاخوان الالكترونية ايام ما قبل 30/6 وما بعدها مباشرة مرورا برابعة والنهضة وما الى ذلك. الكذب والتلفيق. انظر زمان شارع جامعة الدول العربية والمظاهرات المليونية، نروح جايين زمان بقى في اون تي في، السلام عليك يا البرت، كنا نروح شايفين الكاميرا ونبص هوا بقى مش مسجلة هي ولا فيديو ولا بتاع، مفيش حاجة في جامعة الدول العربية، شارع جامعة الدول العربية. نحن مظاهرات سلمية، هوب نلاقي عيال قاعدة عمالة بتضرب نار وخرطوش على الناس في البلكونات، واحد يطلع الطبنجة من جيبه ويروح ضارب واحد في جنبه ويسلم الطبنجة لواحد زميله ويكت هو، وبعدين الزميل أبو طبنجة ده هو كمان يختفي وفجأة نلاقي واحد بيقع على الأرض، ودي كانت فيديوهات منتشرة وقتها. صحيح. فاستطعنا إن احنا قدر الإمكان نكشف هذا الكذب والتدليس. لماذا تصر الجزيرة وفرعيها بالشرق ومكملين على الاستمرار في نفس المدرسة؟ هل ما عندهمش أي ظن إن هم هيتكشفوا؟ هل الدرجة دي وصل الغلواء ووصل الغباء؟ شوف أنا أول هقول جملة في السياسة وبعد في الإعلام. أنا بس أقول لإخواننا اللي خارج مصر كلهم والإخوان ويعني والآخرين اللي هم موجودين في ايا كان ما كان وجودهم، لكن بشكل رئيسي تركيا وقطر، راجعوا تاريخ الشعب المصري خلال القرنين الماضيين. اللي بيخرج من مصر ما بيرجع لهاش، وعمر مصر ما اتغيرت من خارجها، ما حصلش وما حصلش ابدا حتى في الدول العربيه. احنا عندنا حاله واحده لما الامريكان غزوا العراق جابوا رجالتهم، كان غزوا واحتلالا، غزوا وجابوا رجالتهم مع بول بريمر الحاكم العسكري، واتعملت المنطقة الخضراء إلى آخره، وجابوهم على الدبابات لا في مصر ولا في دول أخرى، مصر تحديدا. يا جماعة اللي خارج مش راجع، مش عشان الحكم أو النظام والأمن والكلام ده، لأ، أنت طالما خرجت واعتبرت هذا البلد أيا كان نظامه السياسي هدف، المصريين بيعتبروك عدو. لانه هم بيشوفوا انك مش بتعادي السيسي، انت بتعادي الدوله، وبالتالي ده درس
في السياسه ارجعوا ووروني وقعه واحده مخالفه لده، من اول احمد عرابي ما عمل ثورته وراح نوفي لغايه محمد فريد ما نوفي لغايه ما عبد الله النديم نوفي لغايه ما يعني كل الاسماء اللي احنا الكبرى بقى في التاريخ مش زوبع وحاجات كده. احنا بنتكلم على اعلام، اعلام كبرى. مصر لا تتم التغيير فيها الا من داخل مصر. دوله ارضيه لازم تكون هنا لازق في ترابها وحاسس بناسها عشان يصدقوك. هم ممكن يصدقوك في اشاعه في كذبه، لكن في تغيير انت مش هتقوده، عمرك ما هتقوده. وتاني الثورات ما بيعملهاش غير في الاعلام بقى. الجزيره الحقيقه انا هقول لك يعني واقعه شخصيه في ثوره يناير. قول لي. وانا كنت في الفتره اللي قبل يناير راجل متخصص في بطلع على الجزيره. يوم 29 يناير يوم السبت بعد جمعه الغضب 28 وقالوا السجون اتفتحت. اوكي. وانا جريت زينا كلنا على بيتي، كلموني الحق ده في السجون والمساجين وهيهجموا على البيوت وكذا. وكلنا رجعنا عملنا لجان شعبيه قدام بيوتنا، تركنا يعني الميادين. فاتصلت بيا الجزيره الساعه يمكن 7 مساء. حلو. وانا واقف قدام اللجنه في بيتي في مصر الجديده، رجعت سبت الميدان وسبت الاهرام ورجعت. الاخ فلان، ايوه نعم، ما رايك الان فيما يجري في مصر؟ الثوره كيف حاله؟ قلت له والله بصي، الثوره والثوار تركوا الميادين الى المنازل. الثوار الان ومعظم المحتجين تركوا ميدان التحرير، كانوا هناك يدافعون عن الدوله، الان يدافعون عن الاسره. فارتدت غضبا. قلت هذا كلام غير صحيح. قلت لها سيدتي انا يعني انا شخصيا واقف الان مع جيراني وعلى بعد 50 متر في لجنه اخرى وكل واحد ماسك عصايه واقفين قدام بيوتنا. قالت لي الميدان مليء. قلت لها الميدان فيه الان بضع مئات، لانه حاله الهلع اللي حصلت خلت، وده كان حاله حقيقيه يومها. قالت لا الميدان فيه لا يقل عن نصف مليون شخص. قلت لها انا يعني لا ارى ما ترين. راحوا حاطين عليا وكده لحد كده السلام عليكم. وكانت هذه اخر مره على الاطلاق تتصل بيها الجزيره عشان تاخد رايي. وبالتالي انت بتتحدث عن قناه بيسموها ايه، قناه للاعلام للدعايه الاعلانيه مش للاعلام. فيش قناه في الدنيا ذات طابع اعلامي. وانا هقول لك حاجه، هو في اكبر من الامبرياليه، يعني في اكبرتها الولايات المتحده الامريكيه باجهزتها وحكاويها طب ما عندها قنوات كلها يعني باتجاهات الفوكس والسي ان ان والسي بي اس. طب انت عمرك شفت واحده فيهم بتعمل حتى في الفواصل دعايه وتقول كذا الشهيد الرئيس محمد مرسي، وتروح عمرك شفت قصف بهذا الشكل؟ عمرك شفت مصطلحات بتتقال في الاعلام بالطريقه دي؟ هذا ليس اعلام. ده جوزيف جوبلز ما عملهاش ايام هتلر. لم يعني. لم يفعلها ده والله. كان بيحط السم في العسل بس ما كانش بيوجه بالطريقه دي. اذا انت تجاه حاله انا بجد والله بعتبرها حاله من الناحيه النفسيه هستيريه. في حاله هستيريه. هم عندهم هستيريه. هستيريه طبعا، واعتقاد هستيري بانه القناه قناه الجزيره او اخواتها يمكن ان يصنعوا تغيرات اجتماعيه في بلد ضخم زي مصر. في مش هيحصل. هو مش هيحصل. ده اعتقاد هستيري، الاداء هستيري. النهارده انا شفت صور، هم 4 أو 5 فيديوهات بالظبط للمذيعين. واحد فيهم وانا برجو السادة المشاهدين يا رب تشوفوه 10 في دلجه في المنيا. بيتكلموا، قعدوا نص ساعه يتكلموا عليه. اكبر سن للي موجودين فيه 15. اكبر سن لشاب او 16. ما بين 8 اللي هو تاني 8 سنوات. وطب اطفال، استخدام اطفال تاني، اطفال. والجزيره بتعتقد ان دي يعني الكلام اللي بيتقال على الفيديو ده ان دي الثوره في مصر. دي حاله من حالات مش بس البارانويا والهستيريا، دي حاله من حالات بيسموها الانكار. مظاهره فيها عيله عندها 8 سنين دي، ارجوك شوفوها، مظاهره كي جي 1 حطوها يعني على الشاشه. دلجه المنيا دي حاله الانكار النفسي اللي هو دي، ودي حاله نفسيه مستعصيه جدا. انت مش شايف فبتؤكد لنفسك. لا بلغه المرحوم عبد المنعم مدبولي لما قال له لا تقول انا مش قصير ازعه انا طويل وهبل. انا هنا هستلهم للاسف الشديد مقوله حازم صلاح ابو اسماعيل، انا سعيد قوي انك قلت لي على المشهد ده حقيقي اللي طالع في الجزيره، حقيقي مساله مأساويه. اتفق جدا ان هم يا عيني عندهم هيستيري. استاذ النقيب
كان نفسي نقعد نطول، بس عاملين يقولوا في ميعاد الفقره خلص يا يوسف وزميلتك ايه هتدخل، فلكن اهو نبني من الحب جانب ان انا اقابلك واشوفك بعد ان طال انتظاري لهذه المقابلات، واتمنى انها لن تنتهي ونتقابل دايما على خير. طيب انا عندي جمله واحده في الصحافه والاعلام عشان في اشاعات كثيره جدا. ارجوك يعني. احنا عندنا في مصر من امبارح طلعنا بيان بده، عندنا 900 مراسل اجنبي بيلفوا النهارده في مصر كلها يكتبوا، وعندنا 195 عندهم تصاريح تصوير. 900 مراسل اجنبي بيكتبوا للكتابه و195 عندهم تصاريح تصوير تلفزيوني وفوتوغرافي زي الدنيا كلها، فيديو فوتوغرافي تصاريح زي حد في الدنيا. وعندنا اللي جايين لنا مخصوص دول من مقيمين مقيدين عندنا، واللي جايين من الخارج مخصوص 15 و15 لسه جايين جداد جم دول زائرين يعني زائرين خاصين بالحدث جايين لهذا الحدث لتغطيته. طيب ايه اللي حصل من الصبح لغايه النهارده؟ عظيم. ايه؟ حادثه واحده، اثنين زملاء بقى اسمهم محمد الشاهد وفريد يوسف. أوكي. دول من القناه الفرنسيه الثانيه كانوا عند مسجد الاستقامه في صلاه الظهر، المفروض انهم مصورين نسوا ياخدوا التصريح معاهم، فجهات الامن استوقفتهم، قعدوا ساعتين كلمناهم وكلمنا مدير المحطه وكلمنا مدير المسؤول عن الاقليم، واحنا اللي بعتنا لهم التصريح وهم دلوقتي بيلفوا في القاهره. طب خلصت جمله الصحفيين الاجانب. طب خلص كلام حلو، مفيش حد تاني، ده كده كلام مزيكا مش حد قرب منه. انا بقول لك اهو مفيش واحد حد اقترب منه. طيب الجمله الثانيه، احنا عاملين غرفه عمليات نقابة الصحفيين جوه النقابه، جوه النقابه طبعا شكلت من خمس اشخاص من زملاء ومعاهم محامين، لم ياتنا بلاغ واحد. فعاملين غرفه عمليات منتظره لو حصل حاجه يا جماعه كلمونا واحنا هنتصرف، وحاطين التليفونات وكل حاجه، لم ياتنا خبر واحد من زميل واحد انه تعرض لاي مضايقه او منع من التصوير او منع من الكتابه او منع من دخول مكان. الجمله الثالثه، احنا في الاخوه في الجزيره والاخوه في العفو والاخوه في هيومن رايتس والاخوه ما اعرفش فين، يقول لك هناك قمع الصحفيين في مصر في الفتره الاخيره يعني وقتها وحبس وكذا. طيب انا اللي تم القاء القبض عليهم وده شيء مؤسف، انا بقول مش ببرره اطلاقا، هم من اعضاء النقابه اثنين فقط، استاذ خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور والزميل ناصر عبد الحفيظ ومحرر فني في جريده وطني اليوم، دول اعضاء النقابه، ولم يقبض عليهم اثناء تاديه عمل صحفي. واحنا لم نتركهما ولن نتركهما، رحنا وراهم النيابات بالمحامين واعضاء مجلس النقابه، وبنمارس كل ما نستطيع ان احنا نمارسه للافراج عنهم. ده حقهم على النقابه وده دور طبيعي للنقابه في الدفاع عن اعضائها. ودول اثنين اعضاء نقابه واثنين تانيين مش اعضاء نقابه متدربين. اوكي. عمر هشام من مصراوي وانجي عبد الوهاب من الاهالي والمصري اليوم. دول مش اعضاء نقابه لكن صحفيين بجد. كويس. واحنا ايضا ولكنهم لسه تحت التدريب. تحت التدريب بس مش سايبينهم يعني، لن نتركهم. هايل. اذا احنا عندنا اربعه، اي كلام اخر حوالين القبض على صحفي ده محاوله من جانب الجهات اياها انه توسع المشهد الاسود اللي بيقال عن الصحافه في مصر. هم اربعه واللي عنده واحد خامس يقول لي. انا لا اتحدث بارقام، اتحدث باسماء. حلو. اللي مسكوا في الاستقامه قلت اسمائهم، واللي محبوسين بقول اسمائهم، وده مش معناه ان ما عندناش محبوسين سابقين، عندنا حوالي ستة او سبعة موجودين في قضايا مختلفة وبنتابعهم ولازم هنتابعهم ومش هنسيبهم. احنا مع، وده اخر جملة، هذا البلد يحتاج امرين عشان احنا مرينا بشيء غير طبيعي، لازم نستوعبه ونتخطاه. صحيح. قلنا على الغلابة لازم نطبطب عليهم، وكمان الشاشات دي توسع. صح. والكلام يتقال 100% ونسمع 100% بعضنا ونقول لبعضنا طالما كلنا، وارجع اول جمله جوه الدستور. صح. اللي بره الدستور مش معانا. انا عايز اشكرك جدا 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 جدا، ويا رب تتكرر الحكايه دي كتير، مش الحكايه دي ان احنا يبقى في مظاهرات، الحكايه ان احنا نقعد نتقابل مع بعض على الهوا ونتناقش بصدر رحب وبعقل مفتوح وبضمير حقيقي وباتزان عقلي. كل الشكر لنقيب الصحفيين والكاتب والباحث الكبير الاستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئه المصريه للاستعلامات، شكرا جدا لحضرتك. شكرا. ونلتقي بعد الفاصل وزميلتي ايه تكون معاكم باذن الله.